ريسكي لعبة حربية استراتيجية مؤلفة من لوحة عليها خريطة العالم القديمة، وممكن يلعب هاللعبة شخصين على الأقل وستة على الماكسيموم. هاللعبة استراتيجية ألفها مخرج الأفلام الفرنسي ألبير لاموريس وأطلقها سنة 1957 بنسختها الفرنسية يلي حملت اسم La Conquête du Monde. القارة يلي عندها القيمة الأكبر بهاللعبة هي آسيا، وبهاللعبة في 42 مقاطعة وست قارات، وأستراليا هي القارة الوحيدة يلي عندها 4 مقاطعات. من أهم النصائح الاستراتيجية بالريسك، أول شيء عدم السيطرة على قارة بدون عدد جنود كافي لتأمين حدودها. ثاني شيء امتلاك القارات الصغيرة مثل أستراليا، أفريقيا وأمريكا الجنوبية قبل ما تنتقلوا للقارات الكبيرة مثل آسيا، أوروبا وأمريكا الشمالية. من المهم كمان توزيع الجيش بمناطق مختلفة ومش بمكان واحد، حتى إذا اجتمعت الحروب بيكون في بلان بي لكم. مين قال انه انتشر كتير نسخ مقلده للريسك بالعالم بالاضافه لالعاب انتي ريسك هدفها السلام بدل الاحتلال؟ انا قال. شوفكم بكره.